بسم الله الرحمن الرحيم. جمهورنا الرياضي في أي مكان من ملعب القاهرة الدولي أحييكم. إذا تحدثت عن المنتخب الوطني الجزائري فيجب أن تتحدث عن الروح والعزيمة والإرادة القوية. إذا محارب والصحراء في مواجهة منتخب جيبوتي ضمن الجولة الخامسة من تصفية كأس العالم 2022 بقطر. الانطلاقة من هناك ليوسف بالليلي، جول في الشباك في الشباك في الشباك، يا سلام ليوسف بالليلي على طريقته يفتتح مجال التهديف بالليلي. من هناك الكرة والتوزيع ولكنها زال لحارس منتخب جيبوتي. التسديدة من هناك لسعيد بن رحمة، جول جول بوم، قذيفة لا تسد ولا ترد من السعيد بن رحمة، يا سلام يسجل الهدف الثاني للمنتخب الوطني الجزائري. الانطلاقة من هناك لسفيان، جول في الشباك في الشباك في الشباك، يا سلام يا سفيان. التسديدة باغتت حارس منتخب جيبوتي ويبصم على الهدف الثالث للمنتخب الوطني الجزائري. من هناك الكرة لبغداد، جول لا دخل جاء. الكرة من هناك لإسلام، جول يا سلام يا إسلام. التسديدة كانت من سعيد بن رحمة والمتابعة كانت من إسلام سليماني برأسه في الشباك، جول